نحكي عن مشكلة جدا شائعة بين الأشخاص. كتير منشوف سلمى إن كان أطفال ولا كبار عندهم تزاحم ما بأسنانهم، صحيح. أو مثل ما بنقول أسنانهم مفشكلين، وهالشيء أكيد بسبب نقص المساحة يلي بيحتاجها السن لحتى ينمى بشكل منتظم وسليم. أكيد عفاف، يا ترى السبب هل هو حجم الفك نفسه ولا ممكن طريقة خلع الأسنان اللبنية وغيرها كثير من الأسئلة اللي الأهل بيسألوها عن هي المشكلة لحتى نعرف التفاصيل وإيمت فينا نعالج وإيمت فينا نروح لخيار التقويم وغيرها من المعالجات. كل هالأسئلة رح يجاوبنا عليها الدكتور عماد الدين أيوبي اختصاصي الأسنان. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا. خلينا نتعرف بالأول على هي المشكلة، يعني كثرة الأسباب وكثرة الحلول يمكن وممكن تكون كلها غير منطقية. هي ازدحام الأسنان أو الأسنان المفشكلة مثل ما بنقول. خلينا نتعرف على هذا الشيء وشو سببه وإمتى ممكن تكون المشكلة نحن نبلش فيها. تمام، بداية صباح الخير. صباح الخير، ومبسوط أني موجود معكم اليوم كمان مرة تانية. بالنسبة لازدحام الأسنان أو مثل ما عرفتي الأسنان المفشكلة هي مشكلة كتير شائعة ويوم عن يوم عم تزيد. طبعا ليش عم تزيد؟ نتيجة عدة عوامل، أهم شيء هي طبيعة الغذاء اللي عم يصير. يعني إذا بنشوف مثلا هلا بالوضع الحالي بالمجتمع الحالي مقارنه مع قبل مثلا 70 أو 80 سنة، طبيعة الغذاء كثير عم تلعب دور بحيث إنه عم يزيد هالشيء، يزيد نسبة حدوث الازدحام. ليش؟ في هلا عدة نظريات، أهم نظرية اللي هي إنه الغذاء قديم كان هو عبارة عن غذاء قاسي مليء بالألياف وبالتالي عم يسبب انسحال بالأسنان. هي إذا كانت خلقية يعني لا، في هلا حنفوت على شو انواع الازدحام. تمام، بتشوف كل انواع الازدحام بشكل عام. الاكل القاسي، الاكل اللي فيه الياف عم يخلي الاسنان تنسحل مع الوقت، خصوصي هي نتيجه حركتها لانه الاسنان بتتحرك بشكل طبيعي تقريبا نص ملي بكل اتجاه، لهيك هي وعم تحك ببعضها مع الوقت عم يصير في انسحال فيها. بينما هلا الاكل الجديد، الاكل الطري، الاكل غير الصحي، هالانسحال ما عم يصير عنا، وبالتالي ما عم يصير في انسحاب الاسنان وبالتالي عم يصير في عنا ترك. هلا لنيجي لانواع الازدحام، في كثير انواع. في عنا ازدحام اولي، ثانوي، ثالثي. الاولي بنقصد فيه ما يكون في عنا تناسب بين حجم العظم وحجم الاسنان. الفكره بالموضوع انه عنا المورث المسؤول عن حجم الاسنان غير المورث المسؤول عن حجم العظم. يعني ممكن حدا ياخذ حجم الاسنان من ابوه وياخذ حجم العظم من والدته وبالتالي ما يكون في تطابق بيناتهم، لهيك بيطلع عنا تفاوت بحجوم بين العظم القاعدي اللي هو عظم الفك والاسنان. هذا بنسميه ازدحام اولي، في له مسار بالمعالجه. بس السبب الاكثر انتشارا هو الشيء اللي بنسميه الازدحام الثانوي، اللي بيصير نتيجه عوامل طرقت خلال فتره النمو او مشاكل تعرض لها الطفل او الانسان البالغ بيصير عنا. مثلا مثل عاده مص الاصبع، الطفل اللي بمص اصبعته بيصير في عنده تضيق بالفك نتيجه ضغط العضلات بطريقه معينه، وبالتالي بيصير في عنده ممكن تراكم بالاسنان الاماميه. ممكن عندنا اسنان مؤقته، كثير في اهل وللاسف هي شائعه اللي ما بيديروا بالهم انه خلص بيجوا لعنا في عنده نخر للطفل، مو بده يبدله خلص بلا، معناته ما في داعي انه نعالجه. احيانا بيكون من محبه، احيانا من اهمال، احيانا من محبه للطفل اللي ما بده اياه يتوجع، ما بيعرف انه هالشيء ممكن يسبب له مشاكل لانه السن اللي ما تعالج ممكن يصير بده قلع، وبالتالي المسافه تبعه اللي هي له وظيفه السن المؤقت انه يحفظ مسافه السن الدائم، بالتالي يجي الطفل بعدين بعد فتره السن انقلع بيميلوا الاسنان الدائمه اللي كانت ورا وبيصير في عنده ازدحام بالاسنان. ممكن يكون في عنا نقص بالاسنان المؤقته بدايه مو ملاحظ. وفي عنا شيء اسمه الازدحام الثالثي اللي هو بيصير ممكن يكون حدا اسنانه ما فيهم شيء وصفتهم كثير حلوه، بيجوا لعنا بعمر 18 19 سنه مبلشين يتراكموا عنده الاسنان، خصوصا الاسنان السفليه. هلا هون كمان في نظريات بتقول دراسة العقل، وفي غير هيك شيء نتيجه النمو بشكل عام ونمو الدقن ممكن انه يصير في عنا ضغط على العضلات على المنطقه الاماميه وبيصير في عنا ازدحام بهالمنطقه. يعني خلاص الموضوع انه في كثير عنا اسباب لها. طبعا الاهل او المريض بحد ذاته ما حيميز شو سبب الازدحام اللي عندي، بس هو اللي عليه يفترض مثل ما بنحكي دائما هي المتابعه الدوريه بخصوصي عند الاطفال والاهتمام بالاسنان المؤقته وصحه الاسنان المؤقته وطبيعه الغذاء اللي عم يتناوله الطفل او المريض. طيب دكتور، يعني خلينا نقول اذا كان في عند الطفل تزاحم بالاسنان ولازم يحدد المشكله مثل ما قلت حضرتك بالاول، اذا تحددت امتى بنبلش العلاج؟ هل بنستنى لحتى يبلغ او لا في علاجات ممكن تبدا من عمر صغير؟
هلا هو مثل ما حكيتي، اول شيء بدنا نحدد السبب ونقيمه. يعني مثلا عندنا عاده مص الاصبع يفترض في عندنا طرق، سواء طرق نفسيه او حتى في طرق علاجيه، في اجهزه ممكن انه نركب له اياها لحتى نساعده انه يتخلص من هالعاده. اذا كان السبب مثلا تنفس فموي، احيانا اللي بيتنفس من تمه ما بيتنفس من انفه، هالشيء ما بيخلي الفك العلوي انه يتوسع بالشكل الكافي، لانه مرور الهواء من الانف بيخلي الوجه المتوسط كله يتوسع. هيك اذا عم يفتح تمه ممكن انه يصير في عنده تضيق بالفك، ممكن تصير هالمشكله. بعد ما حددنا السبب ونفيناها نجي للمشكله اللي موجوده عندنا. لحتى نقول امتى لازم نحلها لازم نعرف مضاعفاتها. يعني الازدحام مو بس مشكله تجميليه، الازدحام في كثير له مشاكل ممكن يسببها. ابسط مشكله انه تنظيف الاسنان بيصير صعب لما يكون عندك سن راكب هيك ولا سن ثاني، صحيح في تصبغات اكثر، ما حيحسن يوصل لهالمنطقه خصوصا بيكون طفل. غير هيك ممكن يصير في عندنا انزياح بالفك، يعني في عندنا تراكب بالاسنان ما عم يحسن يعض المريض بشكل صح، عم يميل فكه. اول شيء بيكون هذا انزياح بنسميه وظيفي، انه كل ما عم يسكر عم يميل، بس بعدين بيصير انزياح بنسميه هيكلي. شو يعني هيكلي؟ يعني العظم بيصير بياخذ وضعيه انه على جنب. كثير في مرضى بيجوا لعنا مثلا بعمر 20 سنه 21 سنه بنلاقي مثلا الفك السفلي هون اطول من هون، ما في عندهم تناظر بالفكين. ليش؟ في عنده انزياح مع الوقت صار مثل شلون لما يترمم العظم اذا كان في عندنا كسر بشكل غلط، نفس الشيء هالشيء بيصير معنا، انه بيترمم العظم بيصير عنا انزياح بالفك هيكلي. لهيك مشكلته مو بس تجميليه، بتاثر على الصحه الفمويه، بتاثر على نمو الفكين، بتاثر على الحاله، بتاثر على النطق اذا كان بشكل كثير كبير، في عندنا احرف ما بتطلع معه اذا كان في عندنا خصوصي عضه مفتوحه ادى لها، وبتاثر على الناحيه النفسيه بشكل كبير، خصوصي بهالوقت كثير بيصير عرضه ل التنمر. وكثير بيجوا لعنا يعني مثل ما قلتي ابو اسنان مفشكل، هيك بيصير اسمه، ما انه بينادوا له انا يعني ما اتنمر دكتور. لا هلا هو كظاهره لا لازم يعرف انه عنده مشكله ويحلها، بس انه تصير اسلوب لحتى يعني يعبر عنها، فبينزعج بيحسبها تنمر. وهي شغله ممكن تنحل، يعني هي امور ممكن انه تنحل. يفترض انه لانه قلنا غير المشاكل التجميليه الى مشاكل صحيه كثير، لهيك لما نلاقي انه عم تاثر على هدول النقط اللي حكيناها لازم نبلش المعالجه فورا. هلا في حالات كثير مثلا بعمر 7 سنين طفل عنده تراكب مؤدي انه مثلا السن الامامي بارز كثير لبرا، بنقول له للاهل لازم مباشره نبلش، لانه ممكن اي طرقه صغيره بالمدرسه ماشي وقف رفيقه فجاه انطرق براسه بده ينكسر هذا السن، صحيح هيخسره. لهيك ممكن حتى نساوي التقويم على مرحلتين، مرحله بعمر مثلا 6 سنين 7 سنين، لو اضطرينا بعمر 11 سنه 12 سنه انه نساوي مرحله ثانيه من التقويم، بس بنكون على الاقل خففنا المشكله، خففنا من الاثار السلبيه اللي ناتجه عنها، وحافظنا على الاسنان الموجوده لحتى يصير وقتها. في عندنا حالات لا، مثلا في أعد اشكال التراكب، تراكب بسيط مثلا او مو مؤثر على المشاكل كبير، وبدنا نقلع الاسنان الضواحك، لانه اغلب حالات التقويم اللي بدنا نساويها بيكون فيها قلع للضواحك بحالات التراكب، ممكن هي تتاجل لعمر 11 12 سنه. يعني اللي بيقدر الوقت الصح لبدء المعالجه هو اختصاصي التقويم حصرا. طيب دكتور، هلا بنشوف اشخاص كبيره بالعمر قاطعه سن ال 12 و 13 وكبيره بالعمر، هون شو بيكون الخيار او الحل الامثل لحي هي المشكله؟ ممكن يزبط التقويم او في حلول ثانيه؟ هي الفكره اللي كثير لما بيصير بيني وبين المرضى، يعني انه نوع من الاستغراب، انه بتيجي لعندي مريضه مثلا عمرها 25 سنه بتقول انا كنت بدي ساوي تقويم بس يعني كبرت، بتطلع في شو كبرتي؟ 25 سنه لساتك. التقويم ممكن انه ينعمل طالما العظم منيح قد ما كان العمر ممكن ينعمل، ما بيأثر. وفي عندنا حالات معينه يعني بعمر 50 سنه انه عملنا لها تقويم. يعني التقويم هو الحل الوحيد لهي المشكلة؟ مو الحل الامثل. الحل الامثل هو التقويم لحالات التراكب. هلا في بعض الحالات مثلا في عندنا مشكله عظميه، في مشاكل احيانا مريض كان عامل تقويم وصاير في فشل والجذور فيها مشكله، ما بنحسن نعمل له تقويم مره ثانيه، ساعتها بهيك حالات ممكن نلجا للخيارات الثانيه. الخيارات الثانيه اللي هي مثل ما كنتم تعرفوا ممكن تكون سواء الفينير او التيجان الكامله، او ممكن الحشوات الترميميه اللي هي حشوات تجميليه اللي هي الكومبوزيت، او ممكن توسيع الفك. يعني في عندنا عده خيارات ممكن تكون غير التقويم ممكن انه تحل لنا هالمشكله. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي عن المشاكل اللي بتنجم مثل ما قلت حضرتك اذا انا نسيت عالج هاي المشكله او تغاضيت او قلت خلص ما انا مأثره كثير، شو ممكن يصير مشاكل اخرى فمويه نتيجه هذا التزاحم؟
تمام. مثل ما حكينا هلا اول مشكله واللي ذكرتها زميله انه النطق عند الاطفال. يعني هي مشكله كثير عم نعاني منها وخصوصي باعمار صغيره، اذا طفل من البدايه وفي احيانا حتى بمرحله الاسنان المؤقته بيصير في عندنا تزاحم او تراكب، وبالتالي الطفل هلا عم يتعلم الحكي. اذا تعلمه بشكل غلط، ما تعلم كيف يطلع الاحرف اللثويه، ما تعلم كيف يحكي، ساعتها كثير بده يصير صعب انه يتعلمها بعدين. يعني بنلاقي ناس كبار بعدين عملوا تقويم وظبط ظبط صفه اسنانهم، بس لسه الاحرف ما عم تطلع معهم، بدهم يراجعوا اخصائي نطق ويفوتوا بدوامه كبيره. المشاكل الثانيه ممكن تاثر على الصحه بشكل عام مثل ما حكينا، لانه حتؤدي لتجمع لويحه جرثوميه، حتؤدي لالتهابات لثويه، حتؤدي لممكن مشاكل اكبر من هيك اذا انهملت، خصوصي لما المريض يصير في عنده مثلا بالاصل هو مشاكل اسنانه منظره مو حلو ودائما عم يسكر شفايفه، لهيك حتى لو صار في نخر بالاسنان الاماميه، حتى لو صار في مشكله بالسن ما عم يراجع الطبيب، مثل انه مشكله صايره وصايره خلص بصير في عنده عقده منها بتكبر المشكله. وكلياتنا بنعرف مثلا اذا في عندنا خراجات بالاسنان او خراجات باللثه كيف ممكن تاثر على الصحه بشكل عام، ممكن تاثر على القلب، ممكن تاثر على المفاصل، ممكن تاثر يعني باي مكان بالجسم. لهيك هي في عندنا مشاكل صحيه عامه اضافه للمشاكل الموضعيه اللي خاصه بالفم والاسنان. طيب ممكن هاي المشكله تظهر بعمر كبير، يعني حدا كبير صار معه نتيجه حادث او اي خلل ممكن بعظم الفك او اي شيء يصير معه، ممكن تظهر المشكله فجاه بعمر كبير؟ هلا ما على هو العمر الكبير، هلا مثلا قلت لك بعمر 20 سنه شائع كثير انه الاسنان الاماميه السفليه يصير فيها ازدحام، بعمر كبير ممكن انه تصير نتيجه حالات مرضيه، مثلا احيانا ممكن يصير في عندنا اورام او اكياس كبيره بتدفش الاسنان وبالتالي بيصير في عندنا هالمشكله، ممكن نتيجه بعض الحوادث على المفصل انه يصير في عندنا كمان مشاكل بالاسنان، في كثير اسباب ممكن تصير، بس غالبا لما تصير بعمر كبير بيكون كمعالجه اصعب من انه تكون باعمار صغيره. اكيد. يعني قبل ما نختم دكتور، النصيحه الابرز اللي بتحب توجهها لكل يلي عم بيتابعنا عن موضوعنا لليوم اللي هو ازدحام الاسنان؟ المراجعه الدوريه لاخصائي التقويم. يعني نحن في عندنا مشكله انه حتى الاهل اللي معتنين باولادهم انه بيراجعوا طبيب الاسنان العام، وكثير احيانا طبيب الاسنان العام ما بيكون في عنده المام كافي، وبالتالي بيقول له للاهل خلص استنوا لعمر 11 13 سنه بعدين بنشوف المشكلة. بينما هي المشكله لما يجوا لعنا بنقول لهم ليش ما راجعتوا، بيقولوا والله شفنا الدكتور وهيك قالنا، وما في حق عليهم لانه هم ما بيعرفوا. لهيك بيجوا متاخرين وبتكون المشكله معقده وبدها معالجه اكبر. اكيد. بالختام بدنا نشكر حضرتك دكتور، وشكرا لكل النصائح اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله هيك السلامه للجميع وما حدا بتتفشكل الاسنان. شكرا لك. الله يسلمك.